Ishliel Eberosef Kestasite Enibasi Ketobneumate So يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع عن عمل بإنجيلك المقدس بتلبط قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم عريف ما في زيون بني بنون نفين طابنا ننربو ما في خن انتيون من انتمات نيرم ويفشو يروك يفشو يسبنوتي نيتاور شرب لين كنت ما امتنو نيات شوني ما طالت شو جن صغار بينو الختير ونم بنو جاي تيرو نمتن البستير ونم بن طالت شو تيرو نمتن ناستاسيس تيري هللو يا مارو تشانس خيلة اكليسية انت بفلا كاتدرا انتيني ابرز فيترو جيام فكوينو متيون تيمي بيتناني سوو ابينا بنجيني اتسو تونو اف اي او نو افور كنجيب شو سوو انفو انسي صوب بين فوق شايني قطع التاكسي سمت شي سيدي شوي سوي نام مك بن يوتس او ابن بطري ارشيس بابا ابا تاوترس بما اسنا بن يوتن ابس كوبو صابرا فاي إيين شوي سفي عريب تنون خا اللي فوبوثي وقصومين توغ فانجيليو سمروتن جيفتني يوخن افرام شو سنتيني قوم كيري بلوغيسون اكتو كاتا ماركون اغيو فانجيليو تانا غنوزما لقصاصي كيري من مزامير يبين داود النبي بركات علينا امين كهنتك يلبسون البرة وقدوسوك يبتهجون من أجل داود عبدك أذكر يا رب داود كل دعته كما أقسم لربي ونذر لإله يعقوب هللو يا الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مرقس البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين وجاء إلى كفر نحوم ولما دخل إلى البيت سألهم في أي شيء كنتم تفكرون في الطريق فسكتوا لأنهم كانوا في الطريق يقولون بعضهم مع بعض من هو الأعظم فيهم فجلس ودعا الاثني عشر وقال لهم من أراد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للجميع فأخذ صبيا وأقامه في وسطهم ثم أمسكه وقال لهم من يقبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن يقبلني فليس يقبلني أنا بل قبل الذي أرسلني فقال له يوحنا يا معلم رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعنا
فقال له يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من يسقيكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. والمجد لله دائماً.